السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. غادي نهضر لكم على الحلقة ديال رشيد شو العربي إمغران على قناة دوزيم على رشيد شو. إذا غادي نناقش لكم مزيد إن شاء الله بحول الله على هذه الحلقة الرائعة جدا، وغادي نكتشفوا لكم بعد أسئلة ديال الفنان الكبير العربي إمغران نيفو طالع، اللهم بارك والله يزيد لي الله يوفقه مسيرة موفقة. لعليكم واتبع هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وكنعتذر لكم على حسب الإمكانيات ديالي. غادي نناقشوا هذه الحلقة الرائعة جدا. إذا مدة أسبوع تقريبا كننتظروا هذه الحلقة ديال رشيد الشو، حيت فيها واحد الفنان رائع جدا، الفنان أمازيغي العربي إمغران، سيطرة على التوندونس مغربي خاص بالأغاني الأمازيغية، الملايين ديال المشاهدات على القناة ديالو، اللهم بارك والله يزيد ليه الله يوفقه. إذا الحلقة كانت زوينة رائع جدا، وفي نفس الوقت بالنسبة أسئلة 90% أسئلة كلهم رائعة جدا، أسئلة واقعية، الحلقة فيها بالطريقة الأمازيغية، الفنان العربي إمغران جاوب على أسئلة ديال رشيد الشو، وفي نفس الوقت كما قال هو على حسب بعد أغاني الأمازيغية ما كاينش واحد النيفو ديال عندنا بعد الفنانة، ولكن المشكلة ديالهم ما عندهم واحد الشهرة. اذا الفن ديال الامازيغ كاين بزاف ديال الفنانه، دابا اللي جينا بحثوا على الفنانه الامازيغي اللي كيغنيو غنلقاو بزاف، ولكن المشكله هو ما مشهورينش، ما عندهمش كما قال هو، قال بانه راه كاينين الشباب كيغنيو الاغاني الامازيغيه، ولكن خصهم المجهود باش يبانوا باش يكونوا واعرين. اذا ان شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت بالنسبه للحلقه كانت رائعه جدا، تفرجنا فيها من البدايه حتى النهايه. بالنسبه اسئله ديال العربي إمغران، اذا رشيد الشو كيطرح عليك السؤال خصك تجاوب الحقيقه، اذا داكشي اللي شفتو كان في الحلقه اذا 100% حقيقه، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وفي نفس الوقت كما بعض الناس كانوا كينتظروا على حسب تغيير بين هو وخوه، اذا عبد الرحمن إمغران والعربي إمغران كانوا في مجموعه، ومن بعد قادر الله تفرقوا، وفي نفس الوقت وقع بعض المشاكل. اذا كما قال هو، حيت هذه اللقطه اللي كينتظروا بزاف ديال الناس، كانوا كينتظروا الضيف وكينتظروا اشنو واقع بين العربي إمغران وخوه عبد الرحمن إمغران. اذا كما قال لكم بانه راه ماشي مخاسمين ولا شي حاجه، الا واحد الخلاف، اذا كل واحد كيدير حسابه. اذا مثلا نفسر لكم، مثلا انت درتي حسابك خرج لك، هو دار حسابه وخرج لي، اذا ما كاينش واحد التفاهم، وفي نفس الوقت بلات الخدمه ما كاينش الخواه ولا شي حاجه، كتولي اما تركز على الخدمه ديالك وتشوف شنو خرج لك، الحاجه اللي خرجت لك انت غادي تنجح فيها. ربما يقدر، علاش هو قال العربي إمغران خوه هو انسحب، ماشي العربي إمغران هو اللي فيه المشكل، اذا كيقول هو اللي انسحب فقط، وفي نفس الوقت الحياه هكا اللي دايره، والرزق ديال الله سبحانه وتعالى، والفرق راه كيكون دائما كيكون الفرق، وفي نفس الوقت كل واحد كيعتمد على الخدمه اللي كيقدم. النجاح كيجي في واحد المستوى رائع جدا، اذا حاليا العربي إمغران نجح، عبد الرحمن إمغران حتى هو النجاح ديالو واخا بسيط جدا، ولكن حتى هو معروف، ولكن رقم واحد هو العربي إمغران خاص في الاغاني الامازيغيه، على حسب الرقم واحد في طوندونس، الملايين ديال المشاهدات خاص على القناه ديالو. وفي نفس الوقت حاجه اخرى اللي كانوا كينتظروا الناس، كيقولوا بانه الاغاني اللي بينات العربي إمغران هي ديال بيزمون، احمد بيزمون الله يرحمه مسكين، كيقولوا بعض الناس هو اللي بينو. اذا هاد الاغنيه كما قال هو، قال لك بانه راه سجلها ومن بعد نجحت، اذا نجحت فين كاين المشكل؟ اللهم تنجح لي اغنيه، ولا تكون
اذا انا رايي اغنيه غير كانت المفتاح، اغنيه ديال بيزمو كانت واحد المفتاح خاص بالتعرف مع الناس فقط. اما بالنسبه للنجاح ديالو، هو اغنيه اللي دار في تركيا، اغنيه اللي دار في فرنسا في باريس، اغنيه اللي دار في الصين. اذا الصين وتركيا واوروبا، اذا هذوك اغنيه امغرام في اوروبا. ممكن ديروا في اليوتيوب امغرام في اوروبا، تكتشفوا الاغاني ديال العربي امغرام في اوروبا في فرنسا. اذا الاغنيه اللي دار خاص في تركيا حتى هي بينات وحطت واحد الشهره كبيره، وديال الصين. اذا هاد الثلاثيه ربما انا رايي على حسب داكشي كنشوف، بانه هاد الاغاني هما اللي بينوا، وفي نفس الوقت هو الناس كيحبوه. اذا الناس امازيغ كيحبوا الاغاني ديالو، وفي نفس الوقت بزاف ديال الشباب كتلقاهم يتصنتوا الامغران. اذا شكون كيتصنت الامغران؟ الشباب، الفتيات، الشباب. اذا هو كيدير الاغاني ديالو على حسب شي حاجه ديال الحب. دابا ملي كتصنت الاغاني، الاغنيه ديال العربي امغران، كتفكر بواحد الاحساس، كتفكر بها الايام، كتفكر بها الحب ديالك ولا شي حاجه، كتكون واحد الحب رائع جدا. الكلمات في المستوى، وفي نفس الوقت هو لقى واحد النجاح كبير. اما بالنسبه على حسب الكليب ديالو اللي قال المخرج كريم جبران، اللي قال بانه 70 مليون، بعد الناس غادي يقولوا اه وترى 4 دقائق ب 70 مليون، كيفاش داروا ليها؟ وترى بزاف، ما يمكنش. راه الكليب كيتسجل الا ب 4 مليون، 2 مليون، 3 مليون فقط، الى كاع طول الكليب 6 مليون باش كيتقام الكليب. اذا خصكم تعرفوا بانه دابا 70 مليون خاص يقدر فيه بزاف ديال الحوايج. اذا ماشي انت تشوف، انتم شفتوا الكليب كيدير ويها، شفتوا الكليب كيدير، وشفتوا المونتاج كيدير، وشفتوا بزاف ديال الحوايج كاينين خاص في هذاك الكليب. اذا انا رايي 70 مليون هو بزاف بزاف، عادي جدا، يقدر ما عرفتش، يقدر ممكن 70 مليون. بعد الناس غيقولوا اه انت كليب 70 مليون، وانت شحال قاعد يربح في اليوتيوب؟ وشحال جاب هذاك الكليب؟ جاب غير مليون ونص. واش مليون ونص ديال المشاهده غادي يربح فيها 70 مليون؟ باش نوضح لكم، هما كيشتغلوا كما قال لكم كريم جبران، قال لكم بانه كنشتغلوا على حساب. يقدر هو دابا هذا الكليب يربح فيه تقريبا ربما نص ديال المصاريف، وفي نفس الوقت كيكون هذاك الكليب المفتاح خاص للشهرة، ربما المهرجانات، ربما السهاري، ربما العراسات. إذا ملي كدير انت واحد المجهود، كتصور واحد الكليب وكيكون عليك واحد المجهود، إذا كدير انت واحد الشهرة. ملي كدير واحد الشهرة، من بعد كيتواصلوا معاك الناس، خاص ربما المهرجان وكطلب الثمن، ربما العرس كطلب الثمن، ربما السهرة خارج المغرب في أوروبا ولا في شي منطقة كطلب الثمن. إذا ممكن الفنان يدير غير ربما 3 سهرات ولا 4 سهرات خاص خارج المغرب، يقدر يرد 70 مليون 100 مليون بسهولة، ممكن. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت بالنسبة هادشي ديال حيت هادشي اللي باغي الناس باغيين يعرفوا بالنسبة للأرباح ديال الكليبات ديال الأغاني، هو كله الربح. باش نوضح لكم، يقدر دابا غادي تحط الكليب غادي يتقام عليك ب10 آلاف درهم وتحطه في اليوتيوب، ممكن هذاك الكليب يمشي حتى 10 مليون، 20 مليون، 30 مليون، ممكن. اذا بعد الفنان اللهم بارك خاص عندهم القنوات في اليوتيوب كيضربوا تقريبا 20 مليون 30 مليون، بين 25 مليون 15 مليون، ما كنهضرش على العربي مغرب. بعد الفنان اللي مشهورون عالميا، اللهم بارك، اللي كيضرب خاص على القناه ديالو 40 مليون 50 مليون 60 مليون خاص مغربيه، ربما 50 الف دولار تقريبا، 30 الف دولار، 40 الف دولار تقريبا شهريا خاص بعد الاغاني. اذا هادشي غير يوتيوب، خلي فيسبوك، خلي السهاري، خلي العراسات، وزيدي اللهم بارك. اذا واخا هما عندهم الخساره بزاف، عندهم الخساره خاص في التصوير، في التسجيل، وزيد وزيد. اذا الله يوفقهم مسيره موفقه، وفي نفس الوقت اش غادي نقول لكم، على حسب العربي المغربي شحال الربح ديالو في القناه ديالو، ما نقدرش نقول لكم، حيت المهم يقدر الارباح ديالو غادي تكون على حسب المصاريف ديالو. وفي نفس الوقت الله يوفقه مسيره موفقه، كما قلنا الفنان دائما كيستافد من العراسات، كيستافد من المهرجان، كيستافد من اليوتيوب. اذا ملي كدير ربما
مثلا 30 كليب، ربما 40 كليب، كتحطو في يوتيوب، ومن بعد كيشتغل هذاك الكليب مدة تقريبا حياة كاملة، بدا تخلص عليك، كتستافد منه. كتحط هذا الكليب، مثلا هذا الكليب فيديو كليب تقام ربما 2 المليون، خسرت عليه 2 المليون. هاد 2 المليون ما غاديش تردها في اللحظات، في الشهر الاول ولا الشهر الثاني. اذا هذاك 2 المليون غادي تردها مع الوقت، مع المدة. ممكن هذاك الكليب اللي خسرت عليه 2 المليون ممكن تربح منه 30 مليون، ممكن تربح منه 20 مليون. اذا بعض الناس غادي يقولوا انت راه ما يمكنش، صعب. واش زعما هادشي كاين في يوتيوب؟ اي كاين هادشي في يوتيوب، ولكن الا كنتي مغني ماشي ديري المحتوى عادي، خصكم تعرفوا شنو هو الاغاني. الاغاني كيتبع انسان من البداية للنهاية، كيتصنت من البداية للنهاية. مثلا انا المتابع ولا لي فان ديال العربي امغران، راه كل نهار كتصنت لي. مثلا اليوم تصنت لهاد الكليب، غدا عاوتاني تصنت لي، ندخل الطوموبيل نخدمو، بدا كنشوف ليه شحال، كل نهار كنشوف ليه شحال، كل نهار كنشوف ليه شحال. اذا هذاك الكليب دائما الارباح ديالو طالع، واخا ما كاينينش بزاف المشاهدات، ولكن لي شهر كيتشاف. هذا هو السبب. بعض الناس كيقولوا واش المشاهدات فاش كاين الربحيه؟ المشاهدات ولكن اكتشاف لي شهر. هذاك لي شهر اللي كتشوفو تما فاش كاين الهرمون، يقدر شخص يدخل لهذاك لي شهر يعمر ويشري، راه كيربح مزيان. اذا داك الشيء بحال التجاره، فهمتوا بحال التجاره. اذا الله يوفقه مسيره موفقه. صراحه الحلقة كانت رائعة جدا، وأنا رأيي العربي مغران كيدوي من قلبه بنيته. إذا بالنسبة للمشاكل اللي وقع ليه، اللي كانوا كيهضروا عليه الناس على بين العربي مغران وبيزمون، إذا أوضح لكم التفاصيل. وفي نفس الوقت الله يهدي ما خلق، إذا دائما شخص كتلقاه ناجح راه يكون عنده الأعداء. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، ونتمنى بعد الفنانة اكتشفوا بأنه العربي امغران داز في راشد الشو، راه ماشي غير اجي جلس في المنبر ديال راشد الشو. راه الا ما كنتي نيت فنان ديال بصح، الا جلستي في المنبر ديال راشد الشو الكبار، اذا هاد المنبر ديال راشد الشو راه كيكونوا فيه الكبار، اذا الابطال هما اللي كيجلسوا في هاد المنبر. اذا داك الكرسي اللي شفتو فيه العربي امغران امام راشد الشو، راه الابطال هما اللي كيجلسوا فيه. والله الا ما كنتي بطل، الا جلستي فيه بالله باش نكونوا واضحين، اذا الوقت ما كترحمش، كتعتمد على الشهره. عندك الشهره راه كتخدم، ما عندك الشهره راه مات ليك الحوت. السلام عليكم. راه الشهره هي كل شيء. ونتمنى ان شاء الله هاد الحلقه ديال راشد الشو تعطي واحد التحفيز خاص للفنانه الامازيغيه، ونتمنى ان شاء الله تكون واحد الحاجه تحفيز خاص للفنانه واي واحد كيشتغل، حيت عايد كلشي ممكن. بعض الناس غادي يقولوا ايوا امغران داز في راشد الشو، اذا شنو هو الهدف؟ اذا الهدف هو وصل لكم واحد الميساج، وفي نفس الوقت ارفع الرايه الامازيغيه خاص بدوزيام. اذا الفنان الامازيغي داز في راشد الشو، اذا ماشي غير الناس امازيغ اللي كيتفرجوا فيه، عامه يقدر هذه الحلقه توصل حتى 30 مليون ولا 40 مليون ولا 50 مليون، خاص في اي مكان يقدر يشاهدوا الناس من الجزائر، من تونس، من امريكان، من طاليان، من اي بلاصه. اذا جماهير ديال دوزيام. اذا راشد الشو كيحط واحد المفتاح ديال النجاح والشهره وتخدم. اذا حاجه زوينه بزاف ملي كيدوز فنان خاص في راشد الشو، كيكون كيكتشفوه بعد المهرجانات، بعد الناس شكون هاد الفنان، كتشهر بزاف وكتخدم. اذا مثلا كدير لي شهر وكتربح، بحال هاد الطريقه ديال الفنان. اذا الفنان العربي امغران تحياتي له، الله يوفقه مسيره موفقه، ونتمنى ليه النجاح ان شاء الله بحول الله. انا المتابع ديالو منذ 2006 ولا 2007، من صغري كنتصنت ليه. اذا كيديروا الاغاني ديالهم في المستوى، وحاجه اللي عجبتني بزاف هو ذكي، وفي نفس الوقت العمل ديالو رائع جدا. وحاجه عجبتني هو الشجاعه، عنده واحد الشجاعه، ودائما كيدير اغنيه الرتبه الاولى في طوندونس. وفي نفس الوقت دائما حنا الامازيغ دائما نشجعوا الابطال دائما، شي واحد بطل كتشجعوا كتعطيه واحد التحفيز في المستوى، والله يوفقه مسيره موفقه. اي واحد كيتمنى شي حاجه راه غادي يوصل ليها. اذا هذه فكره،
خاص من العربي امغران في رشيد الشوقي. اذا اي واحد كيتمنى يجلس في هذاك الكرسي في هذاك المنبر وشاهدوه المغاربه كاملين زيد اكثر من 42 مليون وزيد يزيد، اذا هذا الشيء كامل الا بغيتي توصل ليه خصك تخدم. اذا الفنان العربي امغران مده هادي اذا راه كيشتغل ربما اكثر من 20 سنه كيشتغل في هذا الميدان ديال الفن، راه ماشي غير اجي انجح، راه ماشي غير بدا البارح وانجح. اذا النجاح دائما كيبقى مع المده والصبر والتقادم، وفي نفس الوقت الفكره دائما حاول دير شي فكره باش تنجح بها. اذا كلشي ممكن وفاش بقات هو الخدمه اللي كتقدم. وفي نفس الوقت بعض الناس كيقولوا بانه راه غير بيزمون اغاني ديال بيزمون هو اللي نجحوا، لا ماشي اغاني ديال بيزمون، اغاني ديال بيزمون حطوا واحد المفتاح ديال الشهره خاص مع إمازيغ فقط، هادشي اللي كاين. وفي نفس الوقت هو العمل ديالو والخدمه ديالو هو اللي وصلاتو، برافو. اذا هما كانوا كيشجلو خاص في تيسنيت، عندهم محل ديالهم كيديروا الانتاج لراسهم، كلشي الاخراج ديالهم، وكلشي كما قال العربي امغران كيكتب الاغاني والمسائل والتسجيل، عندهم استديو، عندهم كلشي في تيسنيت. انا ديجا مشيت عندهم الاستديو، عندهم المسائل، لان الناس كتشتغل وكتعتمد على راسها وكلشي. اذا هادشي كله مهم بزاف، اذا ما كاينش حاجه غير اجي وصل. اذا ضروري الا ما خدمتي وتقاتلتي ودرتي فكره جديده راه مستحيل تنجح. مثلا نعطيكم مثلا تلميذ كيقرا من الابتدائي واحد النهار كيولي استاذ، كيولي معلم، كيولي مدير. اذا كلشي ممكن في الحياه. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم على حسب الامكانيات ديالي اللي قلت لكم. اذا هادشي كلشي مهم بزاف، ونتمنى لي التوفيق ان شاء الله. وفي نفس الوقت كما قال لكم على حسب المشاكل بين خو راه عادي جدا. اذا كتكون القضيه صعبه جدا، اذا انت نجحتي وفي نفس الوقت واحد الشخص ما نجح، وكل واحد يدير حسابه. وفي نفس الوقت ما افضل كل واحد يتقاتل وينجح. الا كنتي واعر سير اخويا ينجح، ما قدرتيش تنجح ولا شعد تعتمد على واحد اخر باش تنجح، كما كنقولوا تستغلوا بانه راه هو نجح. لا ممكن، خص دائما الانسان يعتمد على راسه ويتقاتل. الا كان خوك نجح خصك انت تقاتل وتنجح، ولا كاع تكون احسن منه، ماشي تعتمد على خوك. حيت الا اعتمدت على خوك تما فاش بقيتي، حيت كل واحد كيدير حسابه اللي خارج ليه. اذا هذه واحد ميساج خاص بعض الناس اللي كيعتمد على الناس، ولا كيعتمد على خوه، ولا كيعتمد على شي حد. حيت الا اعتمدت على البشر تما فاش بقيتي، اعتمد على راسك. حيت اللي عندك ماشي عند شي حد، اللي عندك انت ولا وصلتي شي حاجه نفعتي راسك، الا نجحتي راه ماشي نفعتي شي واحد، راه نفعتي راسك وما تسوقلت شي واحد. الله يوفق الجميع، اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يوفقه ومسيره موفقه. اش غادي نقول لكم، وما تنساو تشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. تحياتي.